أزمة يعيشها سكان منطقة 36 في محافظة المثنى بعد إيقاف المشاريع الخدمية في منطقتهم عقب اتضاح أن هذا الحي السكني بني فوق تل أثري، ما ولد غضبا شعبيا ضد مسؤولي المحافظة بسبب توزيع قطع الأراضي من قبل بلدية المثنى دون الاطلاع على خرائط الآثار. القطع اشتريناها طابو صرف، هسه يقولون الشارع هذا آثار. زين البلدية من قطة هذا الشارع يعني من رايحين جايين بيه صار لنا 15 سنة، أنا ساكن صار لي 15 سنة بهاي المنطقة. رايح جاي بيه الشارع، هذا أدري بيه أنا شارع. زين بعدين هسه يوم الراد يتبلط وجا المشروع مال التبليط يقولون لا هذا شو اسمه شارع من ضمن الآثار يعني. البلدية من قسمت هذه الشوارع وسووا الشوارع ما يدري بهم هم آثار. قبل آثار قبل ما أجت قالت لا يسوون الشارع. ليش هسه يسوون الشارع؟ يعني قبل هاي السنين كذا ما صار اثار، هسه يصير اثار؟ يعني لا مسؤول جانا، لا اجتنا مثلا غير جهات مثلا وقالوا ليش تشي شنو معاناتكم؟ شنو صوره حللكم؟ ماكو ابد لحد الان ماكو. مجرد المنطقه انقطعت مالت الامطار راح ينشال، الماي مالتنا راح ينشال من منا، يعني وين نصير قضيتنا وين راح نروح؟ السلطات الحكومية من جانبها قالت إن مشكلة المنطقة تكمن في شوارعها فقط، وأن المنطقة التي أحيطت بأسلاك شائكة من قبل مديرية آثار السماوة هي محرمات تابعة للتل الأثري. المشكلة حقيقة هي فقط في الشوارع الترابية التي تحيط بالمنطقة المسيجة. وللتوضيح أكثر فإن المنطقة المسيجة هي لا تشمل التل الأثري بالكامل. التل الأثري يتعدى المنطقة المسيجة والشوارع المحيطة به، الشوارع الترابية أقصد بها، وما بعد الشوارع الترابية المنطقة الخالية هي تابعة للتل الأثري فهي محرمات للتل الأثري. هي إذن أزمة إنسانية ضحيتها سكان منطقة 36 في المثنى بعد 15 عاما من بنائهم لبيوتهم في هذا الحي الذي تبين بين ليلة وضحاها أنه بني على تل أثري، ما فاقم المشكلة أكثر وسط فساد حكومي في ملف توزيع قطع الأراضي وبيعها حتى لو كانت تمثل تاريخ بلد وأثار حضارة واد الرافدين.